جاء إنشاء الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي حيا للمياه في عام 2002 استكمالاً وتطويراً لمنظومة الخدمات التي تعمل الحكومة على توفيرها للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، وسعياً إلى تحقيق أعلى مستويات الحماية للصحة العامة للسكان وحماية البيئة بشكل عام ومصادر المياه الجوفية والسطحية من أضرار التلوث بشكل خاص. كما يأتي إنشاؤها في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة لتلبية الاحتياجات الأساسية التي تصاحب النمو السكاني والعمراني المضطرد الذي تشهده محافظة مسقط. وخلال سنوات قليلة أثبتت الشركة التي بلغ عدد موظفيها 11 موظفاً مع نهاية عام 2003 قدرتها على الالتزام بتنفيذ هذا المشروع الضخم، إذ تضم الشركة حالياً أكثر من 476 موظفاً، نسبة العمانيين منهم تتجاوز 70%. وبدأت الشركة بإدارة 12 محطة صغيرة لمعالجة المياه موزعة في أنحاء مختلفة من محافظة مسقط، وإدارة شبكة لمياه الصرف الصحي بقدرة استيعابية لا تتعدى 30,000 متر مكعب يومياً، معتمدة على شبكة أنابيب لم يتجاوز طولها 226 كيلومتراً في عام 2003، لتتعدى 1300 كيلومتر في عام 2010، أي ما يزيد عن المسافة التي تربط مسقط بصلالة. وخلال السنوات السبع استطاعت حيا للمياه تطوير فريق عملها الذي بات يضم عدداً من الفنيين المجهزين بأحدث المعدات والتقنيات لتشغيل وإدارة ومراقبة أداء شبكات ومحطات الصرف الصحي وشبكات توزيع المياه المعالجة التي يتجاوز مجموع أطوالها الآن 3,000 كيلومتر. ولم يتجاوز عدد المشتركين في الخدمة عندما استلمت الشركة أصول الصرف الصحي من بلدية مسقط 10,000 مشترك في العام 2006، في حين تجاوز عدد المشتركين في نهاية عام 2010 27,800 مشترك. هذا وتم بعون الله تعالى في نهاية عام 2009 الانتهاء من تنفيذ محطة مركزية لمعالجة المياه بالأنصب بولاية بوشهر، تقوم بمعالجة كميات المياه المتدفقة من المناطق السكنية بالولاية، حيث تصل الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة وحدها 55,000 متر مكعب من المياه يومياً. وقد شرفت أعمال التوصيل المنزلي لمشروع شبكات الصرف الصحي على الانتهاء في مناطق الغبرة والعذيبة، وقد وصل عدد المساكن الموصلة بالشبكة مع نهاية عام 2010 إلى حوالي 7,420 منزل، هذا بالإضافة إلى الوحدات السكنية في مشروع الموج والمرحلة الأولى من خط التجميع الرئيسي لولاية بوشهر ومحطة الضخ الرئيسية في العذيبة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع لشبكات الصرف الصحي الذي سيساهم في تزويد المساحات الخضراء والملاعب والمجمعات والحدائق بالمياه المعالجة الصالحة للري والزراعة. هذا ويعمل حالياً بولاية السيب على بناء محطة مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي المتدفقة من كافة مناطق الولاية، تبلغ طاقتها الاستيعابية عند تشغيل المرحلة الأولى 60,000 متر مكعب يومياً. كما يتم أيضاً تنفيذ خط النقل الرئيسي لولاية السيب، وذلك لنقل مياه الصرف الصحي المتدفقة من مختلف مناطق الولاية إلى محطة المعالجة المركزية في المنومة، حيث يمتد الخط من برج الصحوة إلى محطة المعالجة في المنومة بمحاذاة شارع السلطان قابوس. وسيتم تنفيذ معظم أعمال المشروع بنظام الحفر بالأنفاق، وذلك للحد من قطع الطرق.
وكانت الشركة قد افتتحت مؤخراً مصنعاً لإنتاج الأسمدة بولاية العامران، وذلك لمعالجة المخلفات الصلبة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي والمخلفات الخضراء الناتجة عن عمليات التشجير التي تقوم بها بلدية مسقط، وذلك بطريقة سليمة وغير ضارة بالبيئة، حيث سيتم تحويل هذه المخلفات إلى أسمدة عضوية ستسهم في دعم السوق المحلي. إلى ذلك تقوم الشركة بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات باستغلال الحفريات التي تنفذها لمشروع مسقط للصرف الصحي، إذ تقوم بتنفيذ شبكة ألياف بصرية متكاملة لتصل إلى كل منزل تصله شبكة الصرف الصحي في محافظة مسقط، مما سيسهل عملية تطوير البنية الأساسية للاتصالات في محافظة مسقط ووضعها في مصاف أفضل المدن في تقديم تلك الخدمة. ويعتبر مشروع الألياف البصرية من المشاريع الهامة التي تنفذها الحكومة حالياً في قطاع الاتصالات للارتقاء بمستوى هذا القطاع، حيث سيكون للشبكة الجديدة أثر كبير على دعم الاقتصاد الوطني عن طريق توفير خدمات الاتصالات العريض النطاق. حياة للمياه شركة عمانية تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الحماية للصحة العامة للسكان وحماية البيئة والمساهمة في النهضة العمرانية في محافظة مسقط من خلال توفير المياه الصالحة للري والتي تستعمل في الحدائق والمسطحات الخضراء من خلال خطة واعدة لإعادة استعمال المياه التي تعد من أهم الثروات، وتتبع الشركة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. حياة للمياه، نحمي البيئة، نخدم المجتمع.